أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارسنا. رح نعمل تجربة كاس الحمد لله. نحتاج ماء دافئ، سكر، خميرة، كاسة. سنضع كمية من الماء الدافئ ونفس الكمية من نضع معلقة من الحنجرة المسكوبة في الماء الدافئ، وأيضا في الكوب الثاني نضع معلقة كاملة من السكر في الحب الأول وربع معلقة من السكر في الحب الثاني. بعد مرور 5 دقائق نلاحظ كلما زادت كمية السكر زاد نشاط الخميرة وتفاعلها. سبب ارتفاع الخميرة في بعض الكؤوس لأن الخميرة تتكلم بالجرعة في وجود شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلات.